يعني بحق استضافه المباراه النهائيه، وبالتالي ممكن جدا يبقى في مصر وممكن يبقى ما بين اهلي وزمالك طبيعي. وخلي بالك ساعتها ايه اللي ممكن يحصل يعني. وخلي بالك يا اسلام، ما الاهلي والزمالك احنا مش حدث النهارده، ده احنا كل شويه هنلعب مع بعض. يعني الموضوع مختلف، انت مش جاي مثلا شهر ولا شهرين وهتمشي. ده انت على طول، ده انت على مدى الحياه. فلازم نزرع ونقاوم المشكله من اول لو انت عايز تحل. لو انت عايز دوري قوي، دوري إيه؟ انت دلوقتي بنسعى، اللي احنا شايفين تصريحات على الفار وكلام من ده، احنا مبسوطين اللي انت عايز تطور الكره المصريه، بس مش تطور لما يكون في لائحه محترمه، الا لما يكون في عقوبات كمان، عقوبات وفي لجنه تظلمات موجوده، وفي كل حاجه موجوده تحت فيها شفافيه. اللي هيغلط من كذا لكذا، اللي ضرب الخصم من كذا لكذا، فدي لازم نتكلم فيه. ما ينفعش نتكلم نقول لك مثلا ضربه ضربه من بعيد ياخد ماتشين، لا، هو الضرب واحد، لازم تعمل لائحه كلها، وفي تغريم وفي وقف وفي مره واثنين وثلاثه. لو عملت مره واثنين وثلاثه لازم تبقى تقعد شهرين ثلاثه اربع شهور ما تلعبش كوره. لازم لو انت عايز تحمي المنظومه، النادي الاهلي بيدفع ملايين ويجيب لعيبه بملايين، مش عشان يحصل المنظر اللي احنا شايفينه دوت. او لازم يكون منظرنا يليق على قد الحدث. ما ينفعش، انت مش بتمثل حاجه صغيره، انت بتمثل بلد كبيره، فما ينفعش بالمنظر اللي احنا شايفينه ده طبعا. عموما